اليوم ضمن فقرة اللياقة البدنية رح نعرف أكثر عن بعض التمارين الخاصة بالأرداف، وطبعاً بسعدنا للحديث عن الموضوع نستقبل ضيفتنا الدائمة خبيرة اللياقة البدنية ربكة عودة. أهلاً ربكة. أهلاً فيكم. كيفك؟ الحمد لله تمام، أنتو؟ الحمد لله. إحنا مناح، نورتينا. طيب إحنا قبل ما بلش معاك ربكة بدنا نطلع نشوف هذا الفيديو ونكمل معاك. يلا. مرحبا، اليوم نحن موجودين بوان وذ نيتشر لنتعرف على واحدة من أهم الرياضات اللو امباكت، اللي هن الرياضات اللي ما بحتاجوا لتأثير عالي. يلا. اليوم نحن موجودين بوان وذ نيتشر لنتعرف على نوع رياضة جديدة وهو البوتي بار. معنا تيجان. هاي تيجان. هاي ربكا، كيفك؟ كله تمام. تيجان، تخبرينا أكثر عن البوتي بار وعن البوتي بار بلس اللي عملناه قبل شوي. بوتي بار هو كومبينيشن بين البيلاتس واليوغا والدانسينج. الدانسينج بارت اللي بنحكي عليه هو بعض من حركات الباليه، الفيرست بوزيشن، سكند بليه والريليفي. بس اي واحد يدخل على الصف ابدا ما يتوقع انه هو حيكون صف باليه، هو عباره عن توتال بودي ورك اوت وتوتالي فيتنس ورك اوت. دخل البوتي بار باونس على البوتي بار، تحكي لنا اكثر على البوتي بار باونس وايش فوائده. صح. هلا البوتي بار بلس اللي عملناه بالاول هو عباره زي ما قلت كومبينيشن بين بيلاتس يوغا ودانسينج. هو بلش بال2009 بامريكا. بال2017 الكرييتر تبعت البوتي بار عملت البوتي بار باونس، هو اكثر تشالنج لانك تستخدمي اكثر كور بالترامبولين. على الترامبولين لانها مش ستيبل، مش زي الارض ستيبل، فلازم تستخدمي اكثر كور ولازم يكون او لازم تستخدمي اكثر سترينث ويكون عندك باور. طبعا هذا بيجي مع التمرين، مش اي واحد رح يطلع ترامبولين من الاول حيكون عنده ستيبيليتي، لا، هذا مع الوقت بيصير. بزبط البوتي بار للاعمارهم كبيره وللبنات الصغار، وهل هو ورك اوت للشباب او للبنات؟ هو للشباب والبنات، الاثنين بيقدروا يلعبوا فيه طبعا، ما في مشكله، ولكل الاعمار، يعني من خلينا نقول من عمر 10 سنين لحديت 70 80 سنه اذا هي فت وبتحب تلعب اهلا وسهلا، صف لكل حدا. لانه نحن بنعمل موديفيكيشن، مرات بيكون في ناس عندهم اصابات معينه بيحبوا يدخلوا على البوتي بار كلاس وبيستمتعوا بالكلاس، بس لانه بيكون عندها اصابه معينه بيكون في لها موديفيكيشن. فهو البوتي بار بيشتغل على البايوميكانيك بطريقه سيف وبطريقة سهلة للكل، انه اي حدا بالصف يقدر يلعبه. فزي ما قلت لك بنعمل موديفيكيشن، فممكن الصف تلاقي ناس بيجنرز، ناس ميديوم، ناس ادفانس، كله بيقدر يعمل سيم موف، بس كل واحد حسب الفتنس ليفل تبعه اذا كان ما عنده اي مشاكل. وطبعا زي ما قلت بالاول شباب وبنات بيقدروا يلعبوا بالكلاس. طيب تيجان، تعتبر هاي الرياضة من رياضات اللو امباكت، فهل انت بتعتبريها اكثر لحرق سعرات حراريه او بتعتبريها اكثر لشد الجسم؟ هي للتنين بصراحه. صح، هي لو امباكت كلاس، بس اللي بيلعب بوتي بار تقدروا تشوفوا انه هنا بيعملوا فات بيرنينج، بيعملوا تونينج شيبينج، وبتغير شكل الجسم، بيصير ديفينيشن اكثر، بيشتغل اكثر على وقفه الشخص. مع الوقت بيصير الشخص يوقف اكثر ستريت، الظهر تبعه بيصير اكثر ستريت، بيبطل منحني لقدام او راجع كثير لورا، لانه طول الصف ونحن بنقول keep your back straight, keep your shoulders over your hip, abs in. فكل ما عم نحكي هدول بضل يتذكر حتى بعد الكلاس لما بيكونوا ببيوتهم، حسب ما قالوا لي انه بتكون وحده قاعده هيك تتذكر انه keep your back straight، بترفع وبتخلي كتافها فوق الهب. فهو فات بيرنينج كلاس لانه صح الموفز بنعملها مرات بلسز كثير، بنعمل 8 او 16، فبتحسي العضله عم تنحرق. اللي بيلعبوا بوتي بار بيعرفوا هذا الحكي، فويفوكس اكثر على الفات بيرنينج مش الكالوري بيرنينج. انا حسيت انه احنا اصلا عم نتمرن، حسيت انه في عضلات معينه عم تتحرك معنا عاده بانواع رياضات ثانيه ما عم تتحرك. صح، فحسيت وحبيت اكثر انه كان عم بيشتغل اللور بودي ببوتي بار اكثر من الابر بودي. هو نحن بنلعب upper body كمان اول الكلاس، بس نحن ما عملناه، بنستخدم فيه weights ومرات بنستخدم فيهم bands.
بس خلينا نحكي على اللور بارت اللي هو من الخصر وتحت، بنشتغل على البيج ماسلز جروب طبعا، وبنشتغل على الكور، وبنشتغل على المايكرو ماسلز، عشان هيك اتس فات بيرنينج كلاس. وبتحركي كمان ماسلز بالعاب ثانيه ما بتتحرك، فاللي بيلعب بوتي بار بيصير يكتشف انه والله في ماسلز انا هاي موجوده، معقول موجوده عندي، فبكتشف لما بيجي على الصف. ثانك يو كثير إلك تيجان، وإن شاء الله نكون حمسنا كل الناس إنهم يجربوا البوتي بار. البوتي بار هي رياضة لو إمباكت، وبقدر أي حدا يعملها، كبار وصغار، شباب وبنات. ثانك يو كثير لإلكم، وثانك يو ون ويذ نيتشر. ريبيكا يعطيك العافية على هذا التقرير. الله يعافيكي. كثير شكله فن صراحة، غير أظن عن أي شيء قبل عملناه. جاي أسألك هلأ عنه، مبين أنه مش رياضة بتطلب مجهود عالي، يعني أنه عادي صح؟ طب هل هذا النوع من الرياضة بيشتغل على نحت الجسم؟ هلأ زي ما انتبهتي ما كان في مجهود عالي كثير عم نعمله بهذا التمرين، يعني اي حدا كان بيقدر يفوت على هذا الصف ويحاول يعمل نفس التمارين، ورح يحس انه ما في هذا المجهود، ما عم بعرق، وما في دقات قلبك ما عم تطلع كثير عالي. هلا في كثير ناس بيفكروا انه مثل نوع من هذا التمرين ما بحرق سعرات حراريه. هلا احكي لك فرق رح تنصدموا، إنه نوع هاي التمارين اللي هي low impact ما بتتطلب مجهود عالي، بتتطلب مجهود واطي، بتحرق أكتر سعرات حرارية من الدهون، بينما التمارين اللي بتكون high impact وفيها stamina أكتر، فيها بيرفع ضغطك أكتر، بترفع درجات دقات قلبك أكتر، بتكون عم تحرق فيها سعرات حرارية أكتر. بس الفرق هون انك انت هون بهاي التمرين مثل هاي انت عم تحرقي دهون اكثر بهذا التمرين. انا هدول بيناسبوني اكثر، اللي ما بتطلع روحي وانا بعمل رياضه. انت بتحبي التمرين اللي ما بتعرقك، ما بتعرقي وبيكون خرب شعرك وهيك. خلص التمرين وانا بطلع اسهر هالقد. بتقدري بهدول التمارين، لانه كثير بيشتغلوا اكثر تونينج للجسم اكثر ونحت الجسم اكثر، فبتقدري تعمليهم، بتقدري تضلك طالعه وما تقلقي لا بشعرك ولا بعرق ولا بشيء. انا عملته قبل هذا التمرين فكره. بتضلك تحرقي لفتره اطول كمان، هتضلك كمان تحرق الى فتره اكثر، بس نحن عم نحكي اكثر فنسا عم بهد انواع التمارين في وقت الحصه. اكثر مش زي باقي التمارين اللي اخذناها قبل، عن اللي بيكون مثل الهيت اللي بيكون انه بهاي النص ساعه اللي انت بتتمرنيها بضل جسمك يحرق 24 ساعه. هذا نوع تمرين غير. اوكي، طب ريبيكا قولي لنا قديش لازم الشخص يعمل هذا التمرين، كم مره لازم يعمله عشان يحصل على احسن نتيجه، وهل بزبط نعمله كل يوم؟ مثل انواع هاي التمارين بتقدري تعمليها كل يوم، ما في مشكله، لانه ما في كثير ضغط على الركب وعلى المفاصل، فبتقدري تعمليهم كل يوم وبتقدري تدخليهم بروتينك اليومي، فما في اي مشكله منهم. وقديش مره لازم نعمل هذا التمرين؟ بتقدري تعملي هذا التمرين لو كل يوم بتقدري تعمليه، ما في اي مشكله، ما في اي ضرر على الجسم، ولانك عم تحركي عضلاتك بطريقه كثير خفيفه وانت عم تزيدي من مرونه جسمك وعم تزيدي من لياقه جسمك. تمام. طب ريبيكا، مين الاشخاص اللي بيقدروا يعملوا هذا النوع من انواع التمارين؟ يعني مين يعني مثلا مين الاشخاص اللي بيقدروا يعملوا مثلا فئه عمريه، خلينا نحكي مثلا ناس مثلا عندهم شغله صحيه، او ناس اللي يمكن ما بيقدروا، كل حدا بيقدروا، مين بيقدر، حدا جسمه بيكون شوي ضعيف، كبير شوي بالعمر، ما عنده خبرة باللياقة البدنية، ما عنده باكجراوند رياضة، ما بتمرن رياضة، أو حدا بنت فايت جديد على الرياضة، بتقدر تعمل هاي التمرين أكيد، يعني مناسب للكل أكيد. وحتى للناس اللي عندهم مشاكل وضعف بالمفاصل تبعونهم بيقدروا يعملوهم، لأنه كتير أمينين هدول التمرين. حلو. طب احنا واضح من التقرير اللي شفناه، وكمان يعني اتفقنا أنه بيشبه الباليه شوي التمرين صح؟ كتير بيشبه الباليه، لأنه احكي لنا كيف هدول الحركات المأخوذين الموجودين ونحن واقفين، كتير بيشتغلوا أكتر على صقل الجسم، وكتير بيشتغلوا على كيف رجلين الباليريناز بيكونوا مشدودين وهيك زي خشبة واحدة هيك، بيكونوا تنتين توند على الآخر، توند أكثر مشدودين، وفي هاي السحبة البالي، فكتير نوع هاي التمارين بتشتغل أكتر على إنه يصفوا الرجلين تبعون البنات زي رجلين الباليريناز. يعني إذا ما قدرت تلعبي بالي وأنت صغيرة بتقدري تحقق أحلامك على كبر. أنت حكيتي سحبة، كلنا فجأة هيك طولنا حالنا وقلتي إنه إحنا كمان عادي سحبة، لأنه مش بس كمان على الرجلين، بتسحى كمان ظهرك لفوق، فبتصفي عندك وقفة البالرينا. عدنا نتخيل هيك الموضوع. بتعرفي بنحنا أصلاً ونحنا وصغار، ودائماً أهلنا بيكونوا وقفة منيح، ارفع ظهرك صح، زي البالرينا. فهدول التمرين نفس التمرين، كثير أخذ منهم من نفس تمرين الباليه، اللي
بيساعدوا على انه وقفتك تكون صح، ظهرك يكون مشدود، وسحبه رجليك تكون مثل سحبه. طب سؤال صغير على هاي السيره، بيطول في تمارين بتطول شوي، معقول؟ هي بتشد اكثر الجسم. هلا لما بنشد اكثر عضله الرجل بتبين اكثر انها اطول للناس اللي بيشوفها قدامك. أوكي. من انه لما تكون مثلا راوندد اكثر فيها عضلات اكثر بتبين اقصر. فكل ما كانت مشدود الرجل كل ما انت زي تاثير البيلاتس على الجسم اذا بدنا نشد. زي تاثير مزبوط، زي تاثير البيلاتس. كثير ماخذ منهم كمان تمارين بيلاتس ماخوذه منهم هاي انواع الرياضه. حلو. طب ربكا قولي لنا، هل بزبط نعمل هذا التمرين مع تمارين رياضيه ثانيه؟ طبعا تقدر تدخلي هذا التمرين لانه لو امباكت، لانه ما بيتطلب مجهود عالي. اذا هدفك اكثر انك تخسري وزن اكثر بدك تدخلي عليه كارديو اكثر. صفي بتقدر تعملي يوم هيك تعملي كارديو، بس لازم تدخلي اكثر كارديو عليه اذا هدفك انك تخسري وزن. طب ايش علاقه هاي التمارين بجماليه الجلد ولونه؟ هذا شيء غريب يعني. كثير حلو هذا الموضوع، انه هاي التمرين اكثر بتشتغل على الجزء السفلي من الجسم، بيشتغل اكثر على الارداف والافخاد بالجسم، فكتير بنركز اكثر على السيركيليشن تبع الدم بهاي المنطقه، واكثر بنشتغل طبعا بتصفى الجلد اكثر بهاي المنطقه، بصفي ما في كتير فيه سبوتس ولا شوائب فيه، وبنتخلص من السليولايت. هو من اهم التمارين. تذكروا مره لما عملنا حلقه عن السليولايت؟ هو من اهم التمارين اللي بتقدر تتخلصي فيها من السليولايت بجسمك. حلو. طب عم تحكي على البشره، انا بدي انتقل على التاثير النفسي على الشخص اللي بيلعب هاي الرياضه. شو تاثير او شو علاقه الهرمون الدوبامين بهاي الرياضه؟ أفنستا، من نحن وصغار كان الباليه والرقص هو إشي موجود كتير بحياتنا، وكتير في بنات صغار كان أول إشي بالمدرسة، أول ما يصفي البنت عمرها 4 سنين أو 5 سنين إنه وين بدك تروحي، كان دائما الباليه هو إشي كتير أساسي موجود بالمدارس. صح. كمان ففي دراسة بريطانية بتحكي إنه في الستات الكبار بالعمر بال40 50 أو 60، خافت لما حكيت 40 لما يصيروا 50 ليش وين ما عملت كل شيء بس تحبوا تظلموني. لما يصيروا بال 40 او 50 او 60 بحبوا يرجعوا يتذكروا ايام الطفوله وايام ما كانوا يرقصوا اكثر. ففي دراسه بريطانيه بتحكي انه لما الستات هدول بفوتوا على صف مثل هذا الصف وبتذكروا ايام ما كانوا هن صغار بيزيد عندهم فرز هرمون الدوبامين، هرمون السيروتونين. مظبوط. وكل ما زاد افراز هذا الهرمون كل ما هن حسوا بسعاده اكثر، انبسطوا اكثر، تذكروا ايام زمان اكثر. وكمان لانه هذا النوع هذا الرياضه كثير بركز على رقص الباليه، ورقص الباليه الوحده لما بتكون عم ترقص بشكل عام بتكون مبسوطه، فكثير بيأثر نفسيا بالاشخاص اللي عم بيمارسوا مثل هاي انواع التمارين وبكونوا مبسوطين وهن عم بيعملوهم. طب ربكا قولي لنا، احكي لنا شوي بالتفصيل عن الدهون المتراكمة بالبطن، وهل هذا النوع من التمارين ممكن يزيلها؟ انت حكيتي انه بتساعد، احكي لنا اكثر كيف. كثير انواع اللي بتركز اكثر على هاي المنطقه من الجسم، كثير هاي التمارين بتزيد من حرق الدهون وخصوصا بهاي المنطقه او بمنطقه نحن حكينا انه بشكل عام هي للجزء السفلي من الجسم. فكثير بتركز هاي التمارين على حرق الدهون بهاي المنطقه، بس نحن اكيد حكينا قبل هالمره انه خصوصا الدهون المتراكمه بالبطن هي من اكثر من عامل. فلما بنظبط اكلنا بيكون اكلنا متوازن، بنخفف من السكر، بنشرب مي بطريقه كبيره، وبنمارس هاي التمارين نحن مش بس بنحرق الدهون وبنحرق كمان بنقيم المي المتراكمه بهاي المنطقه، فبتشوفي انت فرق بجسمك، بتحسي حلو. جسمك اكثر نحت. فمش بس هاي التمارين بتاثر بمنطقه البطن وبتشده وبتعطيه شكل حلو للجسم، لازم اكيد ما في عوامل معها مساعده، عوامل مساعده اكيد بتكون معها. طب ربكا بدنا نعرف عن تجربتك الشخصيه مع هذا النوع من انواع التمارين، احكي لنا. انا بالنسبه لي كانت انا لاني كنت بعمل باليه من وانا صغيره. انت كنت تعمل باليه من صغيره؟ لا يا ريت. بتعرفي انه انا بمرحله من حياتي كنت مقهوره ليش ما عملت باليه، لانه كل صحباتي اللي عملوا باليه لهلا اثار الباليه موجوده بجسمهم. صح. البوستشر تبعتهم بيعطيكي، غير انه بيعطيكي بوستشر بيعطيكي ثقه بحالك اكثر. اذا بيكون اساس اجسامنا من احنا صغيره مثلا باليه او جمباز كثير بيفرق لما نكبر. صح 100%. وكثير بيساعدنا باي نوع رياضه بدنا نعمله. انا كان البيس تبعي اساسا من وانا صغيره كان باليه،
فرجعت ذكرت ليه بقول لك انه حتى انا حسيت بهذا، رجعت ذكرت ايام البلي كيف كنا نوقف، كيف البوسترز تبعونا، كيف كان رجلينا، كيف كان وقفتنا كانت غير، فشوي تذكرت من ايام زمان. الجمباز والبلي زي بعض يعتبروا؟ مش بعرف انه تمارين مختلفه هلا، بس انه كاثارهم على جسم نفس الشيء، كاثارهم على جسم هن اساس. فاذا انت بتاسسي جسمك من انت صغيره على الفلكسبيليتي، لانه اثنين بيعطوا مرونه طريقه كثير حلوه، اثنين بيعطوا قوه بطريقه حلوه، اثنين بثقلوا الجسم من البنت وهي صغيره، بتشد جسمها بطريقه كثير حلوه وهي صغيره. فبالعكس اذا تعرفي في شو بحس كمان بيعطي جسم كثير كثير حلو بيشبه الجسم تبع الباليه؟ السباحه. لا بس السباحه بيحكوا بتعرض الكتاف هيك زي زي السمكه زي الميرميد. عن جد هلا احكي لك ميرميد، احكي لك الحوريه كل صحباتي اللي سبحوا، كل صحباتي اللي عملوا باليه عندهم جسم بجنن. عن انا بشكو من عرض الكتاف ميبي شوي بس الخصر والجلين. السباحه اكيد بتشد الجسم وهي من أأمن انواع الرياضات. يعني عندك ديسكس، عندك مشاكل بظهر، عندك مشاكل بركب، عندك مشاكل برقبتك، السباحه هي الحل الوحيد اللي بروحوا له كل الدكاتره وكل اخصائيين الرياضه كحل انه أأمن حل وما حيفي يكون في اصابات. بتشغلي كل عضلاتك منها. اكيد بتشغلي كل عضلاتك منها، بس جسم اللي بسبحه بيكون كثير عن جسم اللي بيعملوا تمرين مثل تمرين البلي او تمرين الجمباز. هلا اكيد صحباتك ارسامهم حلوين بس جسم ناس بتسبح، جسم البنت اللي بتلعب بلي او بتعمل بتمارس الجمباز بيكون اكثر فيه قوه، فيه قوه حلوه فيه. بس حلو كمان حتى البنات اللي بيعملوا بلي تحسي بطاط رجليهم فيهم قوه لانهم طول الوقت واقفين على اصابيع رجليهم، فبتحسي حتى شكل بطه الرجل بتكون غير عند البنت اللي بتكون تعمل باليه، وظهرها بيكون مرفوع، رقبتها بتكون دائما هيك واقفه. ارفع طب رقبتك هيك بس عشان عم بحكي. ايوه هيك تكون رقبتك حاسه لازم ايش الدور، بتكون رقبتك واقفه بطريقه حلوه، ظهرك مستقيم بطريقه حلوه، فكتير بفرق جسم الحد اللي بيعمل بلي عن حد بيعمل سباحه عن حد بيعمل تمارين ثانيه. بس اهم شيء الاساس، اذا بيكون الاساس صح بتبلشي بتمارين وانت صغيره صح، او لبناتكم اولادنا اذا بلشوا بتمارين اساسيه ناسسهم بطريقه صح. سامع يا رزان بكره بتسجلي سيليا جمباز؟ طبعا. او انا رح اسجلها او بالعكس بالعكس رح تشوفي رح يعني رح تتذكر لك اياها بس طبعا تكبر. لا لا لازم طبعا 100% الشيء اللي انا ما عملته هي لازم تعمليه صح. كل الاشياء لانك لهلا تعرف فيه، لو انك لعبت رياضه من انت صغيره كنت هلا رح تحب الرياضه. اوكي خلص الموضوع، لازم مستحيل تنهي الفقره الا ما تتحركش فيه وتحكي لي. تمام بس هي ما بتعرف اني انا بعمل رياضه هلا، بس ما راح احكي لها. هلا بدك ولا بدي احكي لها فجاه بدي اصدمها. عم تلعب رياضه؟ لا لا ما تقولوا لا 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 ولا شيء. هلا هلا بنسى بتحكي. طيب ريبيكا شكرا كثير على تواجدك معنا اليوم وعلى هاي المعلومات عن هاي الرياضه. انا بعملها وتحمست ارجع اكمل على فكره اعملها.